أقدم هديتها هدية مهدية اليوم أرفع جدك النبية وحسنا والمرتضى عليا ولن جناحين فلن كبية وأشهد الله الشهيد الحية فقال الحسين وأنا أرفعهما على أثري فحمل على الأعداء وهو يقول أنا زهير وأنا ابن الخير لو كنت من المشكلين لعفو عليك ان تلقى الله بسنوننا فالحمد لله الذي جعل سبيانا على اهل الشرك ثم قدمه الشرك وبركنا الحرمات وتقدم واضح المسكين للذكاء والتماج للحسين سلام على زينب الكبرى. Thank you.